السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مغاربة الله يخليكم، حاولوا تستفدوا من هذا الفيديو. اللي كيبني شي دار ولا اللي عنده شي دار ولا اللي يبني شي عمارة، يحاول يختار البناية في مستوى العمر دار، لأن أنتم كتشوفوا البناية خصو يدفع، خصو يخرج من الدار. الناس كتخسر فلوس ديال السيما والرملة باش تلبس الدار ديالها، باش تبني الدار ديالها. ملي كيبنيو الدار ديالهم أسيدي الحيوط، انا كنهضر حيت عفاك اذا كاين الحيط صحيح فيه السيما والعبار مزيان وخطق بالمسمار ما كيبغيش يدخل، فهمتي؟ واذا كانت السيما ناقصه او ما كايناش او الرمله ماشي مزيانه، كيكون الحيط ماشي مزيان، كيكون كيدير بحال هكا. انتما شوفوا معايا، انا نحط يدي ها، غير نحط يدي ها، شوفوا معي ها. شي ما كنوركش اي حد يديها ها، شي امين وركت بالجهد بحال هكا، شوفوا معي ها. فين هي السيما؟ وحشومة، خافوا من الله، خافوا من الله البناية، وديروا السيما مزيان، وديروا العبار، راه حشومة عليكم، عيب، راه اليوم الدنيا وغدا الآخرة، عليا مع هاد البناية كيطيحوهم الصاف وطاجات وكيطيحو وكيتهرسو، حيت كيغشو الناس، بحال هاد السيدة مسكينة هي خاسرة زبابة الفلوس، كاملة السيما، هادا هو لان، شنو هادي الخدمة؟ هانتا تصبحها إنسان، خصو يخاف من الله، فهمتي؟ إنسان خصو يخاف من الله، من الفلوس كتجي وكتمشي، عشان تنصبو على عباد الله البناية، خدمو رجال، تهلاو في الناس، طير حق الناس حقها، كيما كطلب الثمن ديالك الخدمة، كيما كطلب الثمن الخدمة ديالك، وعطيهم الخدمة ديالهم، دي ديالك وعطيهم ديالهم، مديش يد الناس، راه حشومة عيب وعار. الله يخليك، ليش اي بناي كنصح الناس يختاروا البنايه اللي في مستوى صناعيه وعلميه ومعرفه، ولكن بعد البنايه غير نصابه. السلام عليكم.